ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في رمضان في البيت على هوم سينما. النهارده هنعمل ستيفلر رياكشن لمسلسلين، لمسلسلات رمضان، بس مش مسلسلات مصريه. انا عارف ان الفيديو النهارده غريب شويه، بس طلب مني من كذا حد ان انا اعمل تريلر رياكشن لمسلسلين دول. عندنا مسلسل الاولاني اسمه على صفيح ساخن، وهو مسلسل سوري برضو هيتعرض في رمضان على ما اعتقد، صح تاريخ هيتعرض في رمضان. والمسلسل الثاني هو المسلسل الاردني اللي اسمه 350 جرام. بصوا، انا مع كامل احترامي لكل الناس ومع كامل احترامي لكل الناس اللي بعتت لي وقالت لي اعمل تريلر رياكشن، حاضر هعمل لكم تريلر رياكشن حاضر، بس انا مش عارف اذا كان هتفرج عليه ولا لا قبل ما هتفرج على التريلر. تمام، فانا هتفرج على التريلر. لو التريلر صراحه لو شدني وعجبني هفكر وهريكونسيدر ماي ثوتس زي ما بيقولوا على موضوع مسلسلات رمضان. اذا كان الموضوع هنشوف يعني كام مسلسل هنتفرج عليه، فلو حسيت ان ممكن في مسلسل يخلع وندخل مثلا مسلسل من المسلسلين دول، الله اعلم، لسه برضو مش عارفين. زي ما قلت في فيديو من الفيديوهات، بكرر تاني، احتمال كبير يا جماعة ان شاء الله بإذن الله، كل سنة وانتم طيبين، لو رمضان الثلاثة اللي جاي يوم الاثنين على هوم سينما ان شاء الله على يوتيوب هنطلع لايف، بس لسه مش عارفين الساعة كام بالظبط. فما تنسوش تتابعوني على فيسبوك بيج اللي هي هوم سينما 2 او at هوم سينما 2، وعلى الانستجرام بتاعنا برضو، سواء البرايفت بروفايل او البتاع هوم سينما برضو مش مشكلة، يا ده بحنزل على ده وده، وبرضو على تويتر اكاونت برضو، هسيب لكم اللينكس في الديسكريبشن. يعني اول مسلسل احنا هنعمله تريلر رياكشن النهارده هو اسمه على صفيح ساخن. هو مسلسل سوري ومن تاليف يامن حجلي، انا اسف اعذروني في الاسماء لو قلتها غلط، ومن اخراج سيف الدين السبيعي. والكاست ليست معانا باسم ياخور، طبعا عارف باسم ياخور، سلوم حداد انا عارفه، سلوم حداد ده اللي كان عامل صرخه نمله، صح كده، اللي هو كان انتوا فيكوا شنب من بعض. هو تمام. الممثل ده شاطر على فكره، انا مستغرب الراجل ده مش عارف ازاي ما بيمثلش، يعني او بيمثل ممكن في سوريا بس ما مثلش في مصر، يعني لو مثل في مصر حاسس ان هو هيبقى حاجه جامده. يعني امل بشوشه وسمر سامي، ميلاد يوسف، يمين حجلي، سارات طويل، ما اعرفش بصراحه مين الناس دي، ممكن يكون الناس دي مشهوره جدا في سوريا بس يعني اعذروني انا ما اعرفهاش، بس باسم ياخور طبعا وسلام حداد انا اعرفهم. يعني طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره، مسلسل على صفيح ساخن، يلا بينا. شي بيجمعنا باركولي، انا اتطلقت لك، اهلان جابنا تحت الارض، سلم على حبايبك، عندي حل لمشكله التوزيع تبعك. اللي بسمع عنه او بيبعه واقف على حاوي او عم ينبش كيس زبالي بيكون عم ينبش قبره بايده. انا من ايدك هي لايدك هي، شو بدك بعمل؟ هدول الناس ما بيمزح معهم. أسهل ما عليهم يخفوك تحت سابع أرض. شمس الموازيمي من عائلات الشام الكبيرة. أنا حاسة إنه هالشغلة مو شغلتك. أوش! اطلع على الكرسي وحط الحبل برقبتك، اطلع. ينفع أشوفك في نيابي؟ ابنك صار مشرف. أنت اللي قتلت أمي. ولك أنا ظن ما بقبل تصني فيني، فهمتي؟ حطيت اخوك ابن امك وابوك 4 سنين بالسجن، وابو كرمه وصاني اذا ما نفذت سطحك جنبي. حذرني على اللي بده يطلع مني. بس هلا انه هيك فوت على المجلس برجلي، بعد عن اختي انت ابو كرمه، عم حس حالي بالبيت خالي مرت اب، بس بلا مال تسوى فلس مصدي. بدك تتركنا؟ حاولت احميكم يا هند وما قدرت. والله ما راح يشفي غير راسك. والله اللي اسمه والله. ولك يلا عمسي شو الأطراف؟
المصيبة إنه عهر الكرة الأرضية كلها عم يتمارس هون بهالمنطقة ومو ناوي يحل عنها. ايه يا جماعة كل ده تريلر؟ ثانية واحدة هظبط البتاع وهاجي لكم تاني. يا جدعان كل ده تريلر؟ يعني ده اولموست 3 دقايق وحاجة يعني ولا كام؟ استنى كده دقيقتين و30 ثانية. ايه كل ده تريلر؟ كل ده تريلر؟ بصوا هقول لكم حاجة، هو شكله حلو، هو شكله حلو بس للأسف not for me، يعني للأسف not for me. هيبقى برضو جو كآبة وهيبقى فيه قصص انتقام ومش عارف ايه، وبرضو هيبقى بس بدل ما هيكون مصري هيبقى سوري برضو. يعني ده انا حسيت ان هم حرقوا زيادة عن اللزوم في التريلر، ولا انا بيستهيالي؟ يعني حسيت ان التريلر طويل قوي قوي قوي، ايه ده ما بيخلص؟ يعني حس يعني ده احنا عندنا في رمضان من الشعب اتفرض ربنا هنا في المسلسلات المصريه بيحطوا لنا 15 ثانيه تريلر ولا تيزر وش كفايه قوي كده، وتعالوا لنا بقى بعدها بشهر ولا بشهرين هنديكوا الاوفيشال تريلر بقى. طويل قوي يعني، حسيته طويل قوي. بصوا هقول لكم على حاجه، انا للاسف للاسف ما اعتقدش ان انا هتفرج عليه، للاسف انا بتاسف بجد. على الرغم ان كبرفورمانس حاسس ان هو هيبقى حلو، بس مع زحمه مسلسلات رمضان السنه دي المصريه فهيبقى في مسلسلات كتير قوي، هيبقى في ضغط جامد مسلسلات المصريه، فمش عارف اذا كان هتفرج على حاجه تانية غير المصريه ولا لا. ده على فكره يا جماعه، طب بصوا هقول لكم حاجه كده، نتفرج بس الاول على المسلسل التاني وبعد كده هاجي لكم يعني في حاجه كده هقول لكم عليها. المسلسل التاني اللي احنا هنتكلم عنه هو مسلسل اسمه 350 جرام، وهو مسلسل اردني وتقريبا برضو هيتعرض في رمضان، هو من تاليف ناديه الاحمر واخراج محمد لطفي، مش محمد لطفي بتاعنا ده، واحد محمد لطفي تاني يعني، صح كده؟ استنى اتاكد برضو عشان برضو مش حابب ان انا اقول معلومه غلط يعني. محمد لطفي تاني مش محمد لطفي بتاعنا اللي هو بتاع ميدو مشاكل يعني. والكاست ليست فيه عابد فهد برضو معرفوش، سلوم حداد برضو هو نفس اللي كان موجود في التريلر اللي قبل ده، مصطفى سعد الدين، خالد نجم، قاسم منصور، ستيفاني عطلة. انا مع الاسف برضو مش عارف مين الناس، يعني انا مش شاطر في الاسامي بتاعت سواء الحاجات الاردني والسورية والحاجات دي كلها، انا مش حافظ يعني الاسامي بتاعتهم غير كام واحد حرفين يتعدوا على الايد يعني. طبعا كالعادة ما شوفش التريلر ولا مرة، هشوفه معاكم دلوقتي لأول مرة، يلا بينا. أنا المحامي نوح الرئيس، أنا بستخدم القانون ولحتى أحفظه ولحتى أخترقه. العدالة بالنسبة لي هي العدالة اللي بتصب بمصلحة موكلي، ومدام بريء ما بيمني. أنا اللي بحياة عمري ما غرت على حدا بحياتي حتى على مرتي. الحمد لله على السلامة. انت اللي قتلت. لقونا من المستشفى وقالوا لنا في متبرع. هلا ممنوع الموت. مستحيل اقبل اخذ جزء من انسان فقير حول ضحيه لمشروع تجاره رخيص. براءة فادي بين ايديك، بدي اياك تخلصوا من حبل المشنقة، مفهوم؟ قالوا لنا دماغيا اصلا ميت يعني مكانش رح يقوم منه. انا اول يوم بحسك قريب ويوم بحسك عم تبرو. انا وكل شي بقدر بعمله وشبابي تحت تصرفك لبين ما يرجع نوح لمكتبه ولبيته بالسلام. الشخص الوحيد اللي صدقته هو اكثر شخص اذاني بحياتي. ملعبك يا نوح حدود وحيطان القصر، صعب كتير. وعدك بحياتك ما راح تربح الا اذا انا بقرر. اوكي بصوا المسلسل ده برضو هيبقى حلو تمام، انا شايف من وجهة نظري المسلسل ده هيبقى احلى من التاني. المسلسل اللي انا كنت لسه عامله تريلر رياكشن على صفيح ساخن ما عطتلوش نسبة ترقب، نسبة ترقبي ليه 5/10 مش اكتر من كده. المسلسل ده نسبة ترقبي ليه 7/10. المسلسل ده انا من وجهه نظري حاسه هيبقى احلى من المسلسل اللي كان قبل ده. سلوم حدد عجبني الراجل ده، مش عارف ما بيمثلش في مصر ليه، انا مش عارف. الراجل ده لو مثل في مصر والله هيبقى حاجه تقيله يعني، لو مثلا كان طالع لو كان طالع في حاجه شبه مثلا الاختيار الجزء الثاني مثلا كان هيبقى جامد مثلا.
مش عارف ليه يعني، مش عارف يعني. انا مثلا نفسي اشوف سلوم حداد ده بيمثل مع واحد زي سيد رجب مثلا، ما اعرفش ليه يعني، جاء في دماغي سيد رجب دلوقتي. نفسي اشوف مثلا الدويتو ده ما بين سيد رجب وسلوم حداد ان هم يمثلوا مع بعض. ممثل ده جامد يا جدعان، انا مش عارف ازاي ما بيمثلش في السينما المصريه يعني، مش عارف ازاي بجد يعني، الله اعلم بجد الله اعلم. التريلر بتاع ده شدني اكتر من التريلر بتاع على صفيح ساخن. التريلر ده حلو ومفاجئ بالنسبه لي اكتر من صفيح ساخن، بس ما اقدرش اديكوا الكام في المية يعني هديله كام في المية هتفرج عليه في مسلسلات رمضان، عشان زي ما قلت لكم مسلسلات رمضان للاسف يا جماعه انا لسه مش عارف هتفرج على ايه ولا لا. فتابعوني يوم الحد يوم الاثنين ان شاء الله باذن الله على اللايف بتاع اليوتيوب، اللي ساعتها بقى هنجيبه كده ورقه، او هكون انا كاتب ورقه وقلم كده الفاينل درافت بتاعنا كده المسلسلات رمضان هنتفرج على ايه ومش هنتفرج على ايه. تمام. مسلسل ده مفاجئ، هو والطاووس والقاهرة كابل من وجهة نظري دول اكتر مسلسلات السنة دي مفاجأة في التريلر رياكشنز اللي انا عملتهم السنة دي. بس انا لسه طبعا دي هتكون بصوا اخر حلقتنا النهاردة للمسلسلات التريلر بتاعتنا، يعني مش اخر حلقة، اكيد لسه في مسلسلات تانية ما عملناهاش تريلر رياكشن زي كوفيد 25 وفي بين السماء والارض وفي المسلسل بتاع دنيا سمير غانم، في كذا مسلسل ما نزلهوش الاوفيشال تريلر بتاعه، بس ده هيكون اخر تريلر رياكشن هنعمله النهارده لان المسلسلات خلصت خلاص يعني، التريلر رياكشنز كلها النهارده بتاعتنا خلصت. فالله اعلم ممكن بكره ينزل حاجه تانية. يوم الاثنين ان شاء الله باذن الله لايف على يوتيوب الساعه كام بالظبط ما اعرفش، تابعوني على السوشيال ميديا علشان اقدر اقول لكم. ان شاء الله برضو هعمل لكم بوست هنا في الكوميونتي تاب هنا على يوتيوب في القناه بتاعتنا علشان هنشوف هنطلع الساعه كام، ممكن هنعمله بول كمان اللي هو هنعمله الساعه كام بالظبط، ممكن ناخد اراء الناس نشوف الناس حابه تتفرج الساعه كام فيبقى افضل بالنسبه لها، لسه الله اعلم يعني. بالنسبة للمسلسل ده او المسلسل اللي قبلي زي ما كنت بقول مش عارف اذا كان هتفرج عليه ولا لا، لان في نفس الوقت مسلسلات رمضان خلي بالكم يا جماعة، لو مثلا مش هتفرج على مسلسل حد انا مستني يعني الناس مستني ان انا اتفرج عليه مش غلسة مني، بس لان هيكون تو ستريسفول وهيكون في مسلسلات كتيرة قوي، هيبقى السنة دي هيبقى فيه 26 مسلسل غير المسلسلين دول، فكله على بعضه هيبقى 28 مسلسل، ده غير ان ممكن يكون في مسلسلات تانية الله اعلم انا معرفهاش، وغير ان كمان كان في تقريبا مسلسلات اتأجلت زي مسلسل شقة ستة وفي مسلسل اسمه رهبة تقريبا بتاع فتحي عبد الوهاب اتأجل، فانا معرفش هتفرج على ايه ومش هتفرج على ايه. وبرضه هيبقى في الاوسكار معانا السنة دي في ابريل اللي هو الشهر اللي احنا فيه ده، الشهر اللي احنا فيه ده هيبقى فيه الاوسكار امتى بالظبط تقريبا مش فاكر، على ما اعتقد في اخر ابريل على ما اعتقد. وهيبقى فيه مسلسلات تبع نتفليكس مش عارف اذا كان هتفرج عليها ولا لا، في هيبقى فيه افلام مش عارف اذا كان هتفرج عليها ولا لا، فبرضو الله اعلم لسه برضو مش عارف. بس دي كانت حلقتنا النهارده، الناس اللي هتفرج على الحلقه دي ما تنسوش تنضموا لنا في اللايف بتاع اليوم الاثنين، هنتكلم بقى براحتنا بقى، نفضل نطلع لايف ونتكلم براحتنا نفضل نتكلم. تمام. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن مسلسل 350 جرام على صفيح ساخن، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديوهات تانية قريب، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.